HS Engineers. Go with the professionals. الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله وإن عاقب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق. أعزائنا الطلبة في كل أنحاء الوطن العربي، معكم أسامة شاهين أحد مهتمي علم الرياضيات بالكويت. هنبدأ مباشرة على موضوع جديد، اسم موضوع النوميريكال سولوشن اوف لينير سيستم اوف ايكويشن، بمعنى ان احنا عندي بيكون عندي سيستم اوف ايكويشن من نظام من المعادلات الخطية، والمطلوب هو حله نوميريكالي فبالتالي او عدديا، فبالتالي هذا النظام من المعادلات الخطية أول شيء لازم أسوي طريقة، أو أن احنا نعرف طريقة جديدة اسمها طريقة دولتيل، وهذه طريقة دولتيل هي طريقة تسمى طريقة تحليل جاوس، أو بنسميها جاوس فاكتورايزيشن. جاوس فاكتورايزيشن هو عبارة عن أن احنا نحاول أن نحلل المصفوفة A إلى مصفوفتين، واحدة اسمها L وواحدة أخرى اسمها U. هذا ال L هنسميها اللور ماتريكس أو lower triangular matrix، واليو هنسميها upper triangular matrix. طيب كيف نحصل على اليو وكيف نحصل على ال؟ يبقى احنا هنتفق ان اي مصفوفة عندي اسمها ايه، عشان اقدر احل السيستم من ضمن خطوات حل هذا السيستم هو طريقة اسمها ال LU factorization، او طريقة بسموها طريقة تحليل جاوس، او احيانا بنسميها دولتيل ميثود. خلاص طيب هنبدأ الحين بالنسبة لنا اول شيء كيفية الحصول على اليو وكيفية الحصول على ال. لو اعتبرنا ان اليو مصفوفة من النوع 3 ب 3، يعني 3 صفوف و 3 اعمدة، فبالتالي ممكن نكتب اليو بهذا الشكل. لازم هذا اليو او المصفوفة يو بتكون عبارة عن upper triangular، يعني معنوها مصفوفة مثلثية عليا، بمعنى ان احنا لو اعتبرنا ان عندي اليو 1 1، عندي اليو 1 2، عندي اليو 1 3، اكيد هيكون بالنسبه لنا العنصر اللي تحت هيكون 0، اللي هو يمثل بالنسبه لنا يو 2 1، وفي عندي يو 2 2، وفي عندي يو 2 3، وبعدين هيعطينا 0، وبعدين هيعطينا ايضا 0، وبعدين هيعطينا الزيرو الاولاني ده يمثل بالنسبه لنا يو 3 1، وده يو 3 2، ودي هتمثل يو 3 3. يبقى احنا المطلوب مننا هو ايجاد قيمة اليو، واليو بحسبها بهذه الطريقة. طريقة اليو هي طريقة حسابية عبارة عن طريقة مصفوفة مثلثية عليا، وهذه الطريقة هو دائما نحصل عنها من عمليات الحذف الامامي، يعني الفورورد، يعني بالنسبة لنا فورورد اليمينيشن لطريقة جاوس للحذف. خلاص يبقى دي بالنسبة لنا هذه الطريقة هنسميها طريقة جاوس، اللي هي الحصول على الأبر تريانجولر. هنحصل على هذه المصفوفة مرة أخرى عن طريق عملية الحذف الأمامي لطريقة جاوس. خلاص وبعدين نبدأ نشوف نتكلم عن ال L كيفية الحصول على ال L. أما ال L هتكون عبارة عن lower triangular matrix، بمعنى إن هي هتكون معناها إن هي بتكون مصفوفة مثلثية سفلى، ولكن تشترط ال L أن يكون دائما عناصر القطر الرئيسي بيكونوا عبارة عن ones، كلهم وحدات والباقي كلها هيكون أصفر. بمعنى إن احنا لو اعتبرنا إن أول element في ال L هيكون بالنسبة لنا سميناه مثلا أي شيء هيكون 1، وبعدين 0، وبعدين 0، واعتبرنا طبعا إن هيكون خلاص احنا القطر الرئيسي احنا اتفقنا إن هو هيكون كله 1، وهي بالرغم ان هي مصفوفة مثلثية سفلى، يعني معناها ان هيكون ايضا هذا الاليمنت 0. يبقى دي لو اعتبرناها F11 F12 F13 F21 F22
F2 3 F3 1 وبعدين F3 2 وبعدين F33 اللي هم دول عناصر القطر الرئيسي. يعني احنا ممكن نكتبها كالآتي بطريقة علمية أفضل، ممكن نكتب FII أو FII equal 1 for every I from 1 to 3. ده إذا كان نوع المصفوفة 3 في 3، اتفقنا؟ وأيضا بالنسبة لنا هيكون الـ U11 الـ U22 الـ U33 زي ما اتفقنا في الأبر، لا تشترط أن يكون القطر الرئيسي أو المين دايجونال 1. خلاص يبقى احنا هنحسب اليو. كيفية الحصول على اليو هو بنفس الطريقة السابقة اللي تم دراستها عن طريق نحلل المصفوفة عن طريق طريقة جاوس للحذف اللي هو بنسميها الـ REF. طريقة الـ REF اللي هنسميها رو ريدكشن، رو أو رو ريدكشن إيشيلون فورم. خلاص يبقى الحين هنبدأ نحسب المصفوفة يو عن طريق الرو إيشيلون فورم. إن احنا دائما نحاول نخلي العنصر الرئيسي في المصفوفة الأصلية اللي هي الـ A عبارة عن U11، وبعدين نحاول نخلي تحتها أصفار، وبعدين الرقمين اللي في الصف العمود الثاني بيكونوا رقمين والثالث بيكون صفر and so on. تعال الحين نبدأ نحسب، ناخد أول مثال لهذه الطريقة. على هذا المثال هيكون حلل أو write the linear system of equation in lower and upper factorization. هذا السيستم زي ما يكون قدامنا 3x1 minus 0.1 x2 minus 0.2 x3 equals 7.85 0.1 x1 plus 7 x2 minus 0.3 x3 equal minus 19.3 0.3 x1 minus 0.2 x2 plus 10 x3 equal 71.4. ده بالنسبة لنا هو تعتبر بالنسبة لنا linear system of equation، هو عبارة عن 3 unknowns x1 x2 x3 in 3 equation. يبقى هنحل المصفوفة تعتبر بالنسبة لنا، أبدأ أطلع الكوفيشنت ماتريكس أو هنعتبرها مصفوفة المعاملات اللي هي قدام كل الأنونز الـ X1 X2 X3 كما يلي. يبقى هناخد الحين العمود الأول هو عمود X1 3.1.3 X2 and so on X2 and so on and X3. فصارت الـ A بهذا الشكل. يبقى حاليا هنبدأ نحسب طريقة الـ U اللي هي الـ Upper Triangular Matrix. الـ U هحسبها كما يلي. نحسب اليو بهذا الشكل. شوف احنا كل المطلوب عندي ان احنا نبدأ نجعل هذا الشكل بنفس الطريقة السابقة ان احنا نسويها upper triangular matrix. فبالتالي ادي عندك المصفوفة A قدامنا، فبالتالي هبدأ اسوي عليها طريقة الـ REF او الـ row echelon form كما يلي. الطريقة طبعا ان احنا ممكن نسويها كالآتي، احط الحين minus، طبعا عندك الرقم الاولاني في المصفوفة A كما يلي، ادي الـ A 3.1.3، فانا المطلوب مني اخلي الثلاثة زي ما هي واخلي الرقمين اللي تحت الثلاثة zeros. فبالتالي احنا سوينا بالنسبة لنا هسوي الريسيبروكال او مقلوب هذا العدد مضروب في البوينت 1، يبقى ماينس 1 اوفر 0.3 ار 1 هضربها بالار 1 بالصف الاول واجمع عليها الصف الثاني، هيعطينا الصف الاول كما هو، والصف الثاني هينزل بالنسبة لنا لما اضرب 1 اوفر 0.3 تايمز 3 هيعطينا ماينس 0.1 وهضيف عليها 0.1 هيعطينا الجواب الاولاني 0. نفس الطريقة minus 1 over 0.3 times minus 0.1 وبعدين هنسوي لها add 7 هيعطينا نفس الرقم and so on الصف الثاني كما يلي. اما العملية الثانية اللي احنا نحاول نخلي الصف الثالث او element او leading دائما هيكون 0 كالآتي. احنا طبعا هنخلي الصف الاولاني لو ضربته بminus 0.1 فهيكون عندي الminus 0.1 في R1 في الـ R1 الأولانية، وأزيد عليها مين؟ وأزيد عليها الـ R3. هيظهر عندي الثلاثة تحتها أصفار أنسون بهذا الشكل الطريقة العادية، وبالتالي إحنا وصلنا إلى هذه الخطوة. طيب باقي الخطوة الأخيرة إن إحنا دائما نحاول نخلي الصف ده زيرو أو هذا الإلمنت نخليه زيرو عشان يبقى إحنا سوينا طبعا طريقة الميتريكس أو الـ Upper
triangular matrix، يعني ادي الحين بالنسبه لنا هو ده المثلث، او ان انت تخلي المثلث اللي تحت كله اصفار والباقي ده كله ده يعتبر المين دايجونال، وده عندك العناصر الباقيه حق الابر تريانجل كمايل. طيب ناو احنا طبعا هنخلي الاي عباره عن حاصل ضرب lower and upper triangular matrix، فاحنا خلاص احنا حسبنا الحين اليو، طلعت اليو بهذا الشكل، وعندك ال ال طبعا احنا ما نعرف الا ان عناصر القطر الرئيسي فقط هي اللي عباره عن ones، اما عندي هيكون 3 unknowns هم المجاهيل عشان اقدر احسب ال ال. شلون اقدر احسب ال ال؟ انا هقارن الحين ال ال في اليو اقارنها مع الماتريكس اي، الماتريكس اي طبعا موجود عندنا بهذا الشكل، فحطيت الحين ال اي ال ال وحطيت اليو وهبدا ان احنا نقارنهم مع المصفوفه الاصليه اللي هي تعتبر بالنسبه لنا هي المصفوفه A. فالطريقه طبعا المتبعه في هذه اللحظه احنا هنسوي ما يلي، هبدا الحين ال L واليو زي ما اتفقنا عليهم، ادي الحين ال L كتبناها واليو كتبناها زي ما هي، فطبعا احنا ممكن ان احنا نوجد الثلاث قيم دول بدل ضرب المصفوفتين كاملا في بعض، بس نضرب العناصر اللي موجود او اللي احتاج ان انا اطلعها، بمعنى ان احنا حاليا لو احنا ضربنا هذه الاف 2 يبقى انا بالنسبه لي الاف 2 لو ضربت الحين الصف الثاني بالعمود الاول ده هيعطينا اول عنصر في المصفوفه او اول عنصر في الصف الثاني في المصفوفه ايه، خلاص دي المصفوفه ايه، فبالتالي لما اضرب الاف 2 1 ضرب البوينت 3 زائد 1 ضرب بوينت 1 ضرب 0 اند 0 ضرب 0 دول هيعطينا هذا الشكل اللي قدامنا اللي هو 3 اف 2 1 زائد 0 0 ايكوال بوينت 1 قارناها مع الاي، لان زي ما اتفقنا ان حاصل ضربهم بيعطينا الاي، والاف 2 1 ده يعتبر البوزيشن اللي هو عباره عن الصف الثاني اضربه بالعمود الاول عشان يعطيني اول اليمنت في الصف الثاني في الماتريكس A. فكما يلي، ضربنا الاف 2 1 ضرب 3 وضربنا الواحد بالزير والزير مع الزير، فطلع عندي هذه المعادله 3 اف 2 1 زائد 0 بلس 0 ايكوال 0.1، فصارت الاف 2 1 بعمليه بسيطه تطلع 0.0333. طيب الخطوه الثانيه اللي بعديها ان احنا ممكن عندي الحين صار 2 انونز، فانا ممكن الحين حاليا هذا الصف لما اضرب الحين بالعمود الاول في المصفوفه هيعطيني هذا العنصر اللي هو كام 0.3 في الماتريكس A، يعني اف 3 1 هضربها بالثلاثه والاف 3 2 بالزيرو، وعندي طبعا الواحد هضربه بالزيرو هيعطينا هذا الشكل، كل ده لما اقارنه هقارنه مع مين؟ مع يساوي 0.3 في الماتريكس A الاصليه. فبالتالي بمجرد كتبناها بشكل معادله بسيطه فصارت هذه المعادله الاف 3 1 طلعناها عبارة عن 0.3 over 3، يعني طلعت 0.1 بكل سهولة، طبعا أشياء عمليات حسابية بسيطة. وبقي لي بس آخر شيء هو الـ F32، يبقى احنا حسبنا الـ F21 حسبنا الـ F31، بقي لنا بس هو حساب الـ F32. طيب لو احنا حاليا خدنا الصف الأخير في الـ L مع العمود الثاني، هضرب الصف بالعمود، هذا العنصر هيعطي لي هو عبارة عن العنصر 0.2 في الماتريكس A، بمعنى ان احنا طبعا هيكون عندي ما يلي، هضرب الاف 3 1 ضرب ماينس 0.1، والاف 3 1 فعلا اوريدي احنا حسبناها الاف 3 1 من الخطوة السابقة، الاف 3 1 كنا احنا اوريدي مطلعينها، فضربنا الماينس 0.1 ضربناها بال 0.100 وزائد السبعة 0.00333 ضربناها بالاف 3 2، بعدين ضربنا الواحد بالزيرو، كل ده هيعطينا ماينس 0.2 في المصفوفة A. طبعا بعملية حسابية الاف 3 2 اقدر اطلعها لان هي الانون الوحيد، طبعا دي خلاص دي اوكي عدد، وبالتالي عندي عدد وبس، هيكون عندي بس 1 unknown، اقدر احسب هذا الانون بكل سهولة كالآتي: F32 سوى minus 0.19 over 7.00333 equal minus 0.02713. خلاص يبقى احنا حاليا طلعنا ال F32 طلعنا ال F31 وطلعنا ال F21، يبقى انا حاليا بكل سهولة اقدر اطلع قيمة ال L وال U بكل سهولة، يبقى دي تعتبر بالنسبة لنا هي الخطوة الاولى في ايجاد الفاكتورايزيشن او جاوس او ال يو فاكتورايزيشن، بمعنى ان احنا نقدر نكتب الاي بهذا الشكل، احط طبعا عناصر، احط حاليا عناصر
الـ A وعناصر الماتريكس U. يبقى الحين دي تعتبر هي الـ L ودي تعتبر بالنسبة لي هي الـ U. طيب نشوف حاليا الـ L والـ U كيف يمثل. طبعا الـ L احنا خلاص قلناها 1 0 0، بعدين عندك الـ F 2 1 اللي احنا طلعناها اللي هي عبارة عن 0.0333، وبعدين عندك الإليمنت الثاني 1 والإليمنت الثاني 0 لأن هي مصفوفة مثلثية سفلى. فالـ F 3 1 احنا أيضا طلعناه اللي هو 0.100، وعندك الإليمنت اللي وراه هيكون الـ F 3 2 طلعناه ماينس 0.02713، والعنصر الثالث طبعا أكيد هو مين؟ هو الـ 1. هاي أما اليو، اليو احنا اوريدي طلعناها قبل شويه وحسبنا ان اليو كانت هي قيمتها عباره عن 3 ماينس 0.1 ماينس 0.2 بعدين 0 بعدين 7.00333 بعدين ماينس 2.0.29333 بعدين عندي 0 0 وعندي اخر اليمنت هو 10.012 كما هو مبين بالنسبه لكم في الاكزامبل. يعني هذه الارقام انا بس وريتكم كيف حصلنا على هذه الاعداد. يبقى احنا سوينا الطريقه الاولى هي عباره عن الفاكتورايزيشن، او نسميها اليو فاكتورايزيشن، وهذه الطريقه زي ما اتفقنا هنسميها دولتيل ميثود او طريقه حذف جاوس او جاوس اليمينيشن. يبقى ده بالنسبه لنا هو المثال الاول، كيفيه ايجاد الاي تحليلها الى مصفوفتين، واحده اسمها لور والثانيه ابر تريانجولر كما يلي بطريقه بسيطه وطريقه سهله. وبعد شوي نبدا ننتقل الى المثال الاخر اللي احنا نبدا نحسب هاو تو سولف ذا سيستم. يبقى احنا الخطوه الاولى طلب مني بالسؤال ان انت حلل او فاكتورايزيشن او ميك فاكتور فور ذا ماتريكس اي اللي هي تعتبر بالنسبه لنا الكوفيشنت ماتريكس حق لينير سيستم اوف ايكويشن، واحنا قدرنا نكتبها عن طريق ال واليو بهذه الطريقه. اوكي هننتقل الى الخطوه القادمه هي خطوه حل السيستم، ايجاد قيم الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 تكمل ما بدأناه في المثال السابق. وهذا المثال هو طريقة إيجاد قيم الأنونز أو قيم المجاهيل اللي موجودة بالنظام الخطي أو نظام المعادلات الخطية اللي موجود بالسؤال. يبقى احنا كانت الخطوة الأولى هي عبارة عن الـ LU decomposition أو الـ LU factorization اللي احنا قاعدين ان احنا نحلل مصفوفة المعاملات الى مصفوفتين، احدهما مثلثيه سفلى اللي هي ال L والاخرى مثلثيه عليا اللي هي ال U. وكما تعلمنا في الطريقه السابقه كيفيه ايجاد ال L وال U، وزي ما اتفقنا ايجاد ال U بتتم عن طريق التعويض او طريقه حذف جاوس او ال REF او الرو ايشيلون فورم، الطريقه السابقه اللي احنا درسناها. وال L دائما بتكون عباره عن ال ones، عبارة عن هو المين دايوجنال، بتكون عناصر القطر اللي أسفل القطر الرئيسي بتكون أعداد، وعرفنا شلون نطلعهم أو إزاي نطلعهم. عموما في هذا المثال طبعا هو طريقة إيجاد الحل الأنونز اللي هو بيكون دائما في انفيني او يونيك سولوشن حق السيستم. يعني نبي نطلع قيمه الاكس 1 قيمه الاكس 2 قيمه الاكس 3 كما يلي. احنا اتفقنا ان السيستم دائما يمكن كتابته على الصوره اي اكس تساوي بي، حيث الاي هي تعتبر الكوفيشنت ماتريكس والاكس تعتبر بالنسبه لنا انونز فيكتورز اللي هي اكس 1 اكس 2 اكس 3، والبي يعتبر بالنسبه لنا هو الكونستانت فيكتور اللي هو بي 1 بي 2 بي 3. هنتفق احنا اتفقنا ان احنا سوينا ال يو كومبوزيشن. يبقى احنا اتفقنا ان احنا شلنا الاي وحطينا مكانها اليو، وعرفنا نطلع ال واليو فصاروا اصبحوا عندي جيفن. عندي بس هو الانون هو قيمه الاكس، وعندي البي طبعا ايضا جيفن. يبقى ال جيفن واليو جيفن والبي جيفن، بس باقي هي الاكس هي المجاهيل. طيب احنا ممكن مي بي ريتن از، يبقى الطريقه اللي احنا هنبدا نسويها طريقه السولفنج لينير سيستم اوف ايكويشن ان احنا دائما هنعتبر دائما ال يو اكس نقسمها الى جزئين. الجزء الاولاني هنعتبر ان ال يو بتساوي ال دي تساوي بي. هنقول مين هي الدي؟ الدي هي عباره عن اليو اكس. يبقى ال لو شلنا الدي وحطينا مكانها يو اكس فاصبح السيستم ال يو اكس. حلو. طيب كيفيه ايجاد، يبقى انا عندي حاليا طريقتين، هي ايجاد قيمه الدي
كيف أوجد قيمة الدي وبعدين أوجد قيمة الإكس. يبقى إحنا دائما هذه العملية أو حل السيستم أو to solve linear system of equation اللي هو رقم ستار اللي موجود بالسؤال، يمكن حل هذا النظام في two steps، يمكن إيجاده في خطوتين كما يلي. الخطوة الأولى إن إحنا نحل السيستم LD تساوي B، solve LD تساوي B by using forward substitution. والفورورد سبستيتيوشن هنتعلم ما معنى كلمة فورورد سبستيتيوشن. To find the component of unknowns vector. الunknowns vector اللي هم D اللي هو D1 D2 D3. طيب الخطوة الثانية دائما هحسب دائما هو D تساوي UX. يبقى الحين هنحل السيستم سولف. طبعا احنا من الخطوة السابقة طلعنا قيمة الD، فتبقت عندي صارت الD صارت معلومة أو نون، بس باقي هو الإكس هو اللي مجهول. فبضرب الأبر تريانجولر بالإكس اللي هو الإكس فيكتور اللي هو بعبارة عن الكومبوننت أوف أنونز فيكتور. ولكن هذه الطريقة بتتم عن طريق يوزنج الباك سبستيتيوشن تو فايند كومبوننت أوف أنونز فيكتور اللي هو الإكس تساوي X1 X2 X3 كما يلي. تعالوا حاليا نستعرض كيفية حل الطريقتين أو كيفية استخدام الطريقتين to إيجاد الـ unknown اللي هو يعتبر بالنسبة لنا الـ X vector. تعال شوف الحين الخطوة الأولى زي ما اتفقنا، احنا قلنا هنعتبر ان الـ LD هنسويها بالـ B. الـ B given طبعا بالسؤال الأصلي اللي كانت عبارة عن هذه الأرقام 7.85-19.3 71.4 and so on. والـ D تعتبر هي الـ D اللي تعبر عن الـ unknown vectors D1 D2 D3. وعندك الـ L احنا اوريدي طلعناها. نبدأ الحين نضرب الصف بالعمود زي ما اتفقنا. هضرب الحين الواحد بالـ D1 يعطينا D1 وزيرو بالباقي يعطينا زيرو يساوي الـ constant اللي على اليمين. فصلت الـ D1. يبقى هذه الطريقة هنسميها طريقة الـ forward substitution. الفورورد سبستيتيوشن هو عن طريق ضرب ال L بال D عشان يعطينا الكونستانت. فخلاص نقدر نطلع ال D، بعدين ناخذ المعادلة اللي وراها. المعادلة الثانية اضرب الصف بالعمود، يعني هرز الرقم بال D1 والواحد بال D2 وزيرو بال D3 عشان يعطينا الرقم اللي هو -19.3. اقدر طبعا انا اوريدي نطلع ال D1 في الخطوة اللي فوق، اعوض عن ال D1 بال 7.85 هيعطينا الجواب ان ال D1 تطلع عندي 7.85. اعوض سبستيوشن اقدر اطلع قيمة ال D2، فطلعت قيمة ال D2 بهذا الرقم وال D1 بهذا الرقم وال D3 في المعادلة الأخيرة 0.1 D1 بعدين -0.02713 D2 plus 1 D3 equal 71.4. أقدر أطلع ال D3 بدلالة ال D1 وال D2 اللي احنا طلعناهم كما سبق. يبقى دي طريقة الفورورد. بقي لنا آخر خطوة هو عبارة عن ال UX تساوي D. كل هذا الكلام عشان إيجاد قيمة ال unknowns اللي هم ال X اللي هو يعتبر ال unit vector X1 X2 X3 كما يلي. فاتفقنا احنا حاليا اليو احنا حسبناها وطلعناها اوريدي فيما قبل 300 and so on. دي تعتبر بالنسبة لنا الابر تريانجولار ماتريكس، وعندي الانون فيكتور كومبوننت مالا x1 x2 x3، وعندي طبعا الدي اللي احنا اوريدي طلعناهم من الخطوة السابقة كما يلي. يبقى الحين هبدأ استعمل طريقة مين؟ الباك سبستيتيوشن. الباك سبستيتيوشن اتم كما يلي. ابدأ الحين من الصف الاخير 0 0 X1 0 X2 10.0 12 X3 equal 70.84 بعدين 7.003333 times X2 -0.29333 X3 equal -19.575617 and so on. دي الإكواجين الثانية. والإكواجين الثالثة 3X1 -0.X2 -0.2X3 equal 7.85 by solving using the back substitution. فبالتالي أقدر أطلع قيمة الـ X كما يلي. الـ X vector X1 X2 X3 طلعوا 3 -2.5 7.00003. ودي تعتبر بالنسبة لنا هي الـ unknowns vector. يبقى حاليا بالنسبة لنا الـ X1 equal 3 X2 equal -2.5 والX3 equal 7.0003. بدي تعتبر بالنسبة لنا هي طريقة حل السيستم. With our best wishes.